الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت هيئة النزاهة ضبط 46 متهماً من أصحاب شركات الصرافة الأهلية على خلفية التلاعب والتزوير والالتفاف على نظام المنصة المخصص لبيع العملة الأجنبية. وذكرت الهيئة أن دائرة التحقيقات ضبطت 46 شخصاً من أصحاب صرافات لاستخدامهم جوازات سفر خاصة بمواطنين وتحميلها إلى نظام المنصة المعتمد من قبل البنك المركزي وسحب مبلغ 2000 دولار أمريكي عن كل جواز دون علم أو موافقة صاحب الجواز وبتذكرة سفر مزورة. وأشارت إلى أن المضبوطين توزعوا بين محافظات عدة، حيث تم ضبط 20 منهم في بغداد و8 في البصرة، فيما ضبط 7 متهمين في واسط. كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن عمليات شراء لمواد دون احتياج وتجاوزات للصلاحيات تجاوزت 44 مليار دينار في معمل إسمنت الكوفة ودائرة صحة النجف. وأوضحت الدائرة أن هدر المال كان نتيجة تكدس المواد بدون صرف، ما يدل على وجود عمليات شراء تمت دون وجود طلب أو احتياج فعلي. ومن الجدير بالذكر أن ما سرق من أموال العراق تجاوز 450 مليار دولار عن طريق التلكؤ وعدم تنفيذ أكثر من 10,000 عقد استثماري، لتتصاعد أرقام الفساد وتصل إلى أكثر من نصف تريليون دولار تقف خلفها قوى وجهات سياسية. أعلنت وزارة التجارة والصناعة في حكومة كردستان العراق تسلم 10 مليارات دينار لدفع مستحقات المزارعين عن تسويق محصول القمح للموسم الحالي. وقالت الوزارة إن مبلغ 10 مليارات دينار حولت إلى حسابات الوزارة لدفع مستحقات الفلاحين، مبينة أن 5 مليارات دينار ستكون للسليمانية و3 مليارات ستكون لدهوك، إضافة إلى 2 مليارات دينار تكون لأربيل. وأضافت الوزارة أنها ستقوم بتوزيع المستحقات على المزارعين بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية والمالية وفقا لموعد تسليم القمح من قبل أولئك المزارعين. قالت هيئة إدارة قناة السويس إن القناة حققت في السنة المالية الحالية 9,400,000,000 دولار بزيادة بلغت 35% عن السنة المالية الماضية. وأضافت هيئة السويس أن الإيرادات المحققة لقناة السويس صعدت بفارق كبير عن السنة المالية الماضية التي سجلت حينها 7 مليارات دولار. ومطلع عام 2023 زادت هيئة قناة السويس من رسوم العبور للسفن العابرة للقناة بنسبة 15% باستثناء سفن الصب الجاف والسفن السياحية التي رفعت رسومها بنسبة 10% فقط. حدد الأردن عام 2023 لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة المقدرة على مواجهة التحديات في هذا المجال والعمل على إدامة سلاسل التوريد أيا كانت الظروف الراهنة والمستجدة. وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي إن عدد المنشآت في الصناعات الغذائية بلغ 2800 منشأة تشغل نحو 55,000 عامل وعاملة وبحجم استثمار بلغ 1.5 مليار دينار أردني. ويستورد الأردن ما لا يقل عن 80% من احتياجاته الغذائية خاصة القمح لعدم وجود كفاية من الإنتاج المحلي باستثناء عدد محدود من السلع، ومنها أصناف من الخضر والفواكه والدجاج والألبان وبيض المائدة. وقبل الختام إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن.
الموجز إلى اللقاء.